السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعينا الكرام. اليوم احنا في مباراة او نسجل مباراة الاتحاد والنصر، مباراة بدون جمهور، مباراة بين المركز الاول المتصدر الاتي والمركز الثاني ملاحق النصر. هذه اعتقد المباراة هذه بستة نقاط، ونبدأ المباراة ونسوي ردة فعل ان شاء الله. ارجو انها تكون مباراة ممتعة جدا بالرغم من غياب الجماهير، لكن الجميع توقعوا ان هذه المباراة حتكون متميزة، مباراة ممتعة. وفي المباراة اعتقد فيه كمان يعني صراعات حتكون ما بين حمد الله وتاليسكا زي ما شفنا التصريحات الماضية. فنبدأ المباراة، يلا تابعونا للنهاية، وما تنسوا تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة إذا ما أنتم مشتركين، وتفعلوا جرس التنبيهات. طبعا المباراة بدأت الآن حذرة من الطرفين، ومباراة يعني ما تقبل القسمة على الاثنين من وجهة نظر النصر، لأنه النصر إذا تعثروا في هذه المباراة ربما يعني معنويا يتأخروا شوية، ربما الشباب حيكونوا على الخط، يمكن يكونوا في المركز الثاني. فالنصر قادم كان من بعيد، هذه كرة خطيرة، هذه كرة خطيرة، يلا حمد الله، ركلة جزاء، ركلة جزاء لحمد الله في الدقيقة الخامسة، الدقيقة الخامسة، كرة بدت رهيبة جدا، ركلة جزاء للاتحاد. حمد الله هذا قاتل مأجور، حمد الله ما يرحم، اعتقد انه راح يسجلها حمد الله هدف اول للاتحاد، اعتقادي، لانه ما شفنا وليد عبد الله قبل كذا صدرك للجزاء للامانه، رغم انه يعتبر من الحراس المتميزين، لكن اعتقد انه ما راح يصدها. رومارينو اللي يشوت، رومارينو، رومارينو يقول لك ما ضيع ولا بلنتي مع الاتحاد، يعني ارقام كبيره جدا، حتى في وجود حمد الله الهداف اللي يحرز ركلات الجزاء كان في نادي النصر، الان رومارينو هو اللي يشوت الركله ويسجل الهدف الاول للاتحاد. طبعا في غياب الجمهور الاثاره اعتقد انه شبه كانت غايبه، والاتحادين كانوا متخوفين من هذه المباراه بالذات انه الجمهور ما هو معهم، انتم تعرفوا جمهور الاتحاد كيف يؤثر في اللعيبه، كيف يبعث الروح. وهدف، هدف اول للاتحاد في مرمى النصر، 1-0 تقريبا في الدقيقه 6، الان شفنا الهدف الاول للاتحاد، والاتحاد يتقدم على النصر بهدف اول عن طريق رومارينو من صناعه حمد الله. صاحب البقره العاليه تقدم، يا سلام، ما فيها شيء. تاليسكا يطالب بركله جزاء في منتصف الملعب، لكن الحكم يقول ما فيها شيء. الى الان المباراه يعني مشحونه، اعتقد انه بسبب تصريحات تاليسكا المباراه يعني نشوف حتى لعيبه الاتحاد محاصرين، يعني 4 نمور على تاليسكا، ولا احد يعني يقدر يقرب، يعني النمور انتم عارفين النمور المفترسه، نتكلم عن زياد الصحفي، نتكلم عن برونو هنريكي، وجود القادم الجديد فيليبي البيشي، كلهم على تاليسكا، يعني كانه حمد الله موصيهم. هذه كره خطيره، تاليسكا، جوناثان، هدف للنصر، هدف رهيب، برا جوناثان. احنا تكلمنا ان جوناثان يمتاز بالتسديد الحرف الواو الار 2، جوناثان شفنا هدفه في مباراة الطائي، هدف كان رائع، وتكلمنا كذا في الفيديو كمان، الفيديو التقديمي للمباراة، قلنا جوناثان لاعب خطير يسدد من برا، شفنا هدف رائع جدا في شباك الطائي، الآن كاد يجيب هدف في مرمى قروهي لكن الكرة جانبة المرمى. طبعا في معلومة جدا متميزة للاعب الاتحاد رومارينو، شارك في 7 مباريات قدام النصر، وشارك في 7 أهداف، سجل 6 أهداف وصنع هدف، فيعتبر يعني لاعب سفاح بمعنى الكلمة، يعني هجوم الاتحاد كلهم سفاحين. تتكلم عن رومارينو، تتكلم عن الجلاد عبد الرزاق حمد الله اللي تسبب في ركلة جزاء سجل منها رومارينو الهدف الأول للاتحاد المتصدر، فكذا بهذا الهدف رومارينو ساهم في 7 أهداف، سجل 6 وصنع هدف في 7 مباريات قدام النصر،
فربما كمان اليوم ممكن نشاهد صناعة ولا هدف آخر. فالله يستر يعني اللقاء، يعني أعتقد أنه فيها كروت ملونة، يعني الكروت الصفراء والكروت الحمراء. نشوف الآن ركلة فاول ركلة حرة للنصر، وتاليسكا طبعا متعود يجيب أهداف من أماكن زي كذا. نشوف تاليسكا ربما في حلقة المرمى، لكن قروهي يتميز بالصدات، قروهي جدا ممتاز مارسيلو قروهي، لكن تاليسكا خطير في الفاولات هذه. هل نشوف هدف اول للنصر، هدف التعادل، جول؟ شات ارضيه، لا في الحائط، الحائط كانوا صاحين لتاليسكا. أوه تدخل من حمد الله. اعتقد في ارضيه الملعب ما لا يقل عن 7 لعيبه او 6 لعيبه يعرفوا الفريقين تمام، يعني اللي لعبوا في النصر وراحوا الاتحاد، وفي لعيبه من الاتحاد راحوا النصر، سواء على دكه البدلاء او سواء في اللعيبه الاساسيين. فيعني المباراه ما فيها مقدمات، فيها تكسير عظام، كلهم عارفين بعض، دارسين بعض كويس. فليبي كورنادو صغير، الكره خطيره حمد الله. قلشت منه البيشي. واو 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 من فين لك والله هدف ثاني للاتحاد. يا راجل حرام عليك البيشي، احترم النصر، احترم وليد عبد الله وتاريخه. لا 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 لا, لا. هذا كورنادو، اعتقد هذا كورنادو، لا مو كورنادو، البيشي يا ولد. انمار في المدرجات وحيدا. الله اليوم عمرها وساوي لازم يسوي فاول هنا، يسوي ضربة جزاء، شكله ناوي على ضربة جزاء للنصر. يعني التدخل هذا يمكن عمر وزياد، التدخل الخامس على لعيبة النصر هنا في المنطقة هذه بالذات. فهذه كرات ما استفادوا منها لعيبة النصر أو تاليسكا بالذات، شفنا كورتين سددها ما وصلت لقروهي، لكن المرة هذه ما ندري، كورة يمكن ربما تكون خطيرة وأخطر، ربما بيتي مارتينيز هو اللي يسدد. يعني فاول في مكان خطير جدا على مرمى الاتحاد. والله زياد بغى ياكلها، لكن الكرة لا تزال نصراوية. لاعبين الاتحاد بالكامل، الله انسلمو لاعب ممتاز من اجل عملية الدفاع. بيتي مارتينيز على موعد دقائق هذا الشوط. اعتقد انه فهد والله وجوده في الجهه اليسرى ما له داعي، يعني صراحه ما تستفيد منه، نزل واحد تستفيد منه مش احسن؟ مين في برا؟ لم يصل ولم يهدد. طيب نزل عبود. طيب الكره على الجانب، يلا شمراني. المحاوله لدى حمدان والتمريره. اوف تسلل والله كاد رومارينو يجيب يضيف الهدف الثالث قبل نهايه الشوط الاول. تسلل سنه بس في تمريره لدى رومارينيو الى برانا. هذه مرتده خطيره. راح حمد الله، راح كره طويله لحمد الله. جاك الجلاد، اضرب ضرب. والله حمد الله ناوي الحمد لله ناوي. انتهى شوط المباراة الأول بتقدم الاتحاد العميد المتصدر على نادي النصر بهدفين دون مقابل. شفنا الاتحاد اليوم قدم مباراة جدا كويسة في الشوط الأول. شفنا ركلة الجزاء في الدقيقة الخامسة، سجلها رومارينو في الدقيقة 6 هدف أول للاتحاد. النصر بدأ يستحوذ على اللعب بعد الهدف الأول، لكن كرات كلها ما وصلت لمرمى قروهي. شفنا فاولات، يعني تدخلات عنيفة جدا بين الفريقين، تدخلات كانت قوية سواء على حمد الله وسواء على تاليسكا. شفنا هدف كورنادو البيشي، هدف يعني على طريقة الكبار. واعتقد في الشوط الثاني طبعا في تساؤل من جماهير الاتحاد يسألون فهد المولد، يعني احنا نتكلم عن ارقام فهد المولد مع الاتحاد، ارقام جدا ضعيفة هذا الموسم، ويلعب على الجهة اليسرى ومقدم، يعني صراحة طيب ليش انت تلاعبه على الجهة اليسرى وما تستفيد منه، وعندك عبد الرحمن العبود برا ممكن تستفيد منه. شفنا العبود كيف يوم نزل المباراة الماضية، يعني تقريبا بعد ما نزل عبد الرحمن الاتحاد سجلوا 3 أهداف. الاتحاد تمركزهم صحيح، مهند الشنقيطي ما ساند الهجوم بحكم انه كان مغطي، بيتي مارتينيز ما لقى الحلول على الجهة اليمنى ينزل في وسط الملعب، تاليسكا اليوم يعني ضايع ما هو كان موجود. حاضرا من طرفي لقاء الليلة، موريا الكرة، النصر سوف يبحث عن التغيير. بدا شوط المباراه الثانيه، شفنا اول تغيير في المباراه، خروج الغنام ونزول السفاح فنسا ابو بكر.
شفنا الان يلعب النصر تقريبا بمهاجمين وراح يفتحوا اكثر في الاطراف على اساس انه عندك فينسون ابو بكر يعني لاعب ممتاز بالكرات العاليه، ونشوف كمان جوناثان رودريغيز ممكن يساند ابو بكر في خط الهجوم. جاكم حمد الله جاكم اوه فاول اوه 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 سلامات لوليد سلامات ترى هذه الضربة ترى بتؤلم وبسببها ترى بيتر تشيك كان يلبس الخوذة طول مشوار الكرة حارس تشيلسي وارسنال السابق. شوف الاتحاد شوف الكرات الطويلة هذه ذبحوا بها شو اسمه والله ما يعدي والله زياد ما في احد يعدي عمر الله عمر وزياد متناوبين على تاليسكا مره عمر مره زياد كرت احمر قلت لكم انا المباراه هذه فيها كروت حمراء والله تاليسكا كرت احمر تاليسكا تدخل بيده فقال يبغى يجيب شو يعني يبغى يسجل هدف ما قدر اخذ كرت احمر اوف 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 اوف, أوف. بطاقة حمراء لتاليسكا اعتقد انها بطاقة مستحقة اوه على هنريكي لا يا تاليسكا لا لا يا تاليسكا لا قلنا لكم التصريحات والنرفزه والاجواء كانت مشحونه جدا فشفنا تاليسكا اليوم اخذ كرت احمر مستحق بعد تدخل باليد على لاعب الاتحاد برونو هنريكي والله شيء عجيب فهد المولد كانه يلعب في الحاره مع يشتت الكره كذا فوق واي كلام شفنا الان بعد طرد تاليسكا اعتقد انه لا راح يكون في تغيير في جانب الاتحاد لانه لازم الاتحاد يستفيد من الطرد مع احترامي لفريق النصر الان لكن اعتقد انه النصر ما هم قادرين على ان يرجعوا في المباراه والطرد هذا راح يستغله الاتحاد بنزول يمكن ربما عبد الرحمن العبود ويستفيدوا انه يسجلوا هدف اخر هدف ثالث وهدف رابع وليش لا لانه الاتحاد باسلوب لعبه الان النصر ما راح يسجل هدف خاصه بعد خروج تاليسكا اللاعب الهداف او هداف الدوري كمان فما في لاعب يقدر يصنع الفارق زي تاليسكا تاليسكا هو اللي يوصل الكرات للمهاجمين تاليسكا يسجل تاليسكا ممتاز في الكرات العرضيه ممتاز في الكرات الطويله الان النصر فقد تقريبا 50% من سلاحه في الهجوم فما شيء ما في شيء يخوف الان الاتحاد يقدروا يضغطوا يواصلوا الضغط ويسجلوا الهدف الثالث والهدف الرابع كمان هذه كرة خطيرة البيشي رفعها خطيرة جول يو عبد الرزاق حمد الله جول والله النصر انهم يتهانوا انا قلت ربما النصر الاتحاد يسجل هدف العبود شوف العبود انا قلت لكم لازم العبود ينزل بدل فهد المولد العبود نزل على طول صنع هدف على طول هدف ما فيها تسلل هدف صحيح للاتحاد حمد الله في اول مباراه ضد فريقه السابق يسجل الهدف الثالث للاتحاد واعتقد انه تاليسكا راح ياخذ حقائبه الفاضيه زي ما ذكر ويرجع بها للرياض زي ما جابها فاضيه يرجع بها فاضيه وشفنا مباراة كبيرة جدا من الاتحاد الان دقيقة 70 الى عبد العزيز اوبا لا يعني البيشي يبغى يسجل في حارسين مختلفين في مباراة واحدة صراحة يعني اذا سواها تحسب للبيشي يعني انا اسميه
هو طبعا شفنا رقصة أنتوان غريزمان في يعني هو ما ندري أنا ناديته بكورنادو عبد العزيز البيشي لكن ممكن أنتوان كورنادو البيشي يعني هذا الاسم الجديد لعبد العزيز البيشي. المباراة ليه هدأت؟ لأن خلاص الاتحاد ما يبغى هذه كرة هدف أوه قروهي أول تسديد أول ظهور لفنسان أبو بكر تسديدة لكن قروهي كأنه في التدريبات يعني كأنه في التدريبات ومسكها بكل سهولة. الآن نهاية المباراة المباراة الكبيرة بين الاتحاد والنصر بفوز العميد نقول مبارك ألف مبروك للعميد الاتحاد فوز اليوم على شقيق النصر بثلاث أهداف مقابل لا شيء. اليوم الاتحاد قدم مباراة جدا كبيرة وحتى شفنا بعد تسجيل الأهداف الثلاثة خلاص النصر استسلموا تماما وخاصة بعد الطرد يعني النصر استسلموا تماما للاتحاد. الاتحاد تسيد المباراة طولا وعرضا حتى شفنا مشاركة الشباب يعني في بعضهم يلعبوا لأول مرة بعضهم هذه المباراة الثانية لهم فهذا دليل على أنه الاتحاد أنهى المباراة مبكرا بهدف أول عن طريق ركلة جزاء تسبب فيها حمد الله سجلها رومارينو. الهدف الثاني تمرير رائع من حمد الله سجلها وهدف ولا أروع من أنطوان كورنادو البيشي. هدف ثالث عن طريق الجلاد السفاح حمد الله اللي تقريبا يعني رد في الملعب على تاليسكا وشفنا تاليسكا أخذ كرت أحمر وطرد من المباراة. نتكلم عن فرص قليلة جدا للنصر فرصة واحدة في الشوط الأول عن طريق جوناثان أعدت بجانب المرمى فرصة ثانية عن طريق أبو بكر أخذها على الطائر لكن قروهي كان في الموعد. شفنا كرات عرضية لكن الاتحاد اليوم نقول لهم مبروك وهارد لك للنصر. النصر اليوم ما قدموا الأداء المثالي. نتكلم عن نجم المباراة أعتقد نجم المباراة هو حمد الله عبد الرزاق حمد الله نجم المباراة بالإضافة إلى البيشي. شفنا عبد الرحمن العبود نزل وصنع هدف على طول فور نزول بعد نزوله. نتكلم عن مباراة يعني تسيدها الاتحاد زي ما ذكرنا وكررنا. هارد لك للنصر ومبروك للاتحاد ولا تنسوا تشتركوا في القناة إذا ما أنتم مشتركين وتضغطوا لايك ونشوفكم قريب.